في يوم إيماني ومناسبة عظيمة بحياة الأمة الإسلامية، يحيي سكان محافظة المهرة شعائرها الدينية في أجواء يكسوها الروحانية وروح التآخي بين المواطنين الذين توافدوا لأداء صلاة العيد وسط العاصمة الغيظة. حشود لم تقتصر على محافظة بعينها، بل من مختلف المحافظات اليمنية، بعد أن وجدوا الملاذ الآمن في هذه المحافظة التي رفضت مشاريع الفوضى والتمييز المناطقي ومثلت حاضنة لكل أبناء الوطن. محافظة المهرة، محافظة الأمن، محافظة الاستقرار، محافظة التنمية، محافظة الاستثمار. فنقول أننا في هذه المحافظة ستظل بإذن الله قبلة كل اليمنيين لما فيها من أمن واستقرار واستتباب، لما فيها من أبنائها الذين تميزوا بالكرم والجود والاستقبال. فكل عام والجميع بخير، تقبل الله منا ومنكم، يعيد علينا العيد والجميع في صحة وفي عافية. وقد تجاوزنا في هذا البلد الحرب والصراع وانجلى مشروع الحوثي الرافضي من هذا البلد عامة. ورغم محاولة الاحتفاء بالعيد، إلا أن ما يحدث في غزة ولسكانها من جراح كان حاضرا وسط هذه الجموع الغفيرة التي جددت تضامنها واستنكارها لتجاهل الأنظمة العربية لمصير إخوانهم وهم يحيون أهم مناسبة دينية. نهنئ الأمة العربية والإسلامية بهذا العيد المبارك من أرض الكرامة، من أرض الإباء، من أرض الحرية، من أرض المهرة. نحن هنا بين إخواننا وأهلنا في محافظة المهرة نحتفل بهذا العيد، عيد الأضحى المبارك، وكأننا بين إخواننا في هذه المحافظة الطيبة. ورغم أن هنالك أهلنا في غزة يعانون من الاعتداء الغاشم الإسرائيلي، وأعيادهم في أنين وفي جراح، منها الأمن في المحافظة. ونشكر أيضا الجهات الأمنية المتمثلة سواء كان بدير الأمن وأيضا قادات الأمن الموجودين الذين لهم يد الطولة في المحافظة على أمن البلاد، وأيضا متابعة أوكار الرهاب أو أوكار الذين يريدون أن يقلقون سكينة هذا البلد الآمن والطيب والطيب أهله. كذلك السلطة المحلية لها دور كبير في توفير خدمات، وأيضا نشد على أيديهم أن يوفروا لنا الكهرباء التي هي معاناة للمواطن في هذه المحافظة. وبالتوازي مع ذلك التضامن، دعا خطيب العيد سكان المحافظة لتوحيد الكلمة ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية لمواجهة القوى التي تستميت على زج هذه المحافظة في ويلات الصراع بعد أن ظلت بعيدة عنها طوال السنوات الماضية. في أجواء يملأها المحبة والتسامح، يتوافد الآلاف إلى ملعب مخبال لإقامة صلاة العيد، وسط تأكيدة على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار هذه المحافظة وجعلها موطنا للسلام والتعايش لكل أبناء الوطن. أحمد الحرازي لقناة سهيل، محافظة المهرة.